السيد وزير الأوقاف السورية أن المؤامرة التي تتعرض لها بلاده تحاك خيوطها في الدوائر الصهيونية والأمريكية وتنفذ من قبل الوهابيين والتكفيريين والإخوان المسلمين الذين يقومون بأعمال القتل والتخريب وتدمير البنى التحتية. وأشار وزير الأوقاف خلال لقائه محمد سابو نائب رئيس الحزب الإسلامي الماليزي المعارض والوفد المرافق له، أشار إلى أن المؤامرة تستهدف البنية الاجتماعية واللحمة الوطنية السورية. كان الوضع السوري محور الحوار بين الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف مع محمد سابو نائب رئيس الحزب الإسلامي الماليزي المعارض. الوزير السيد استعرض واقع الأحداث مبينا أن الأمر لا يعدو عن كونه مؤامرة مدروسة تقف خلفها الصهي أمريكية وأدواتها المستأجرة تستهدف الموقف السوري المقاومة، وأعرب عن سعادته من زيارة الوفد التي تتماشى مع الأوامر الإلهية بقصد تقصي الحقائق وضرورة الاعتماد على ما يرى لا ما يسمع. موقف الحزب الإسلامي الماليزي كان موقفا إيمانيا صحيحا وسليما بأنه أراد أن يقع على الحقائق على الأرض، وقد وضحنا وقلنا له الجواب ما ترى لا ما تسمع، ووضحنا له كل هذه العناصر والتضليل الذي يتم بحق سوريا، وهو على قناعة كاملة بأن القضية هي قضية ليست قضية مطالب شعب أو ثورة، وإنما هي حقيقة مؤامرة كبرى تتعلق بسوريا. الضيف الماليزي أشار إلى أن الهدف من زيارته هو الوقوف على حقيقة ما يجري على الأرض لا بما يتناقله الإعلام المضلل. أردنا أن نأتي إلى سوريا لنقف على حقيقة الواقع بأنفسنا لا على ما يصلنا من القنوات الأخرى، واليوم وأنا في دمشق أرى أن الأمر مختلف حقا. وتناول الحوار موضوع منع الحجيج السوري من أداء مناسك الحج هذا العام وعدم توقيع الاتفاقية الناظمة له، وأكد السيد سابو أن هذا الأمر يمثل سابقة خطيرة. أمر مستغرب جدا أن تلجأ الحكومة السعودية لمنع الحجيج السوري من أداء مناسكه، وهو شيء غير مقبول. الوزير السيد وضيفه الماليزي انتهيا إلى أن الحوار البناء والصادق هو المخرج الوحيد والأسلم من الأزمة التي يعاني منها الوطن. يذكر أن الوفد الماليزي سيقوم بالعديد من الجولات الميدانية تتخللها لقاءات مختلفة مع مسؤولين سوريين. تركز اجتماع